أخبار اليوم. يعني أنا اعتبرت إنه الشعب بيعمل شقاوة لما بيعمل حاجات مخالفة كتير، ممكن هي تخلي الحكومة مش عارفة تشتغل. يعني إذا اتكلمنا عن مثلا مشاكل كتيرة بنواجهها في المجتمع، فهي بتبقى من الأساس مشكلة شعب بيحاول يعني يلف حوالين القوانين، يبوظ حاجات كتيرة، مفيش اتنين، مفيش احتفاظ، مفيش يعني أساس، يعني قواعد كتير بيحاول يلتف عليها، في النهاية بيلاقي إنه صعب يخلي الحكومة تعرف الصح. ده الكتاب ببساطة يعني، وهو مليان شقاوة وفخ ومفاجأة كبيرة، فمش عايز أحرقه عليكم. طيب أستاذ هيبة علي، تحب تحرقه؟ اتفضل. مساء الخير. أيوه مساء الخير. الحقيقة أنا يعني قبل ما أتكلم على الكتاب أنا عايز أتكلم على الكاتب. وائل لفت نظري من زمان، يمكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات بيكتبها بلغة ساخرة كانت جديدة وبسيطة جدا تاخد القلب يعني، فبدأت أتابعه وما كنتش ساعتها أعرف إن هو ابن صديقة وزميلة العزيزة وفاء الغزالي. تابعته بعيدا عن هذه العلاقه يعني. اكتشفت ان هو جريء جدا وان هو ذكي جدا، انه بيقدر يوصل للهدف بتاعه من غير ما يعرض نفسه لاي مطبات، وبيقدر يوصل المعنى اللي هو عايز يقوله من غير اسفاف رغم السخريه اللاذعه. طبعا مع صدور اول كتب فتحتي في بلاد بره، قريت الكتاب بعين يعني ناقده عايزه تشوف هو صحيح كده ولا هي صدفه يعني.